احنا بالنسبة لرواية أبي الزبير نحن في يعني نتفيأها كما يقال. يذكر شيخنا في بعض كتب التراجم أن شعبة قال في صدري 400 حديث عن أبي الزبير لكني ما حدثت فيها. وأيضا يذكر شيء آخر أنه قال استحلفت أبا الزبير، أنت سمعتها من جابر؟ فحلف لي أنه سمعها. فكيف يعني نفسر هذا في ضوء ما عندنا في هذه القضية؟ ما في إشكال، بس قبل إزالة الإشكال ينبغي أن يبنى على التحقق من صحة الروايتين، نعم. فإذا افترضنا صحتهما فإزالة الإشكال بما يأتي. نعم. الرواية الأولى تحمل أنها كانت قبل الرواية الأخرى، أي قبل استحلافه، نعم. بمعنى شعبة لكونه ليس مجرد حافظ بل حافظ ونقاد للرجال كما تعلم، فهو يعلم أن أبا الزبير مدلس، ولذلك فهو عنده الكمية من الأحاديث لا يحدث بها خشية أن يكون دلس فيها. هذه الخشية هي التي دفعته إلى توجيه ذاك السؤال الذي جاء في الرواية الثانية. نعم. فلما حلف له ولا يسعه إلا أن يقضى ليمينه، هذا هو الجواب. لكن ليس معنى ذلك أننا نأخذ من الجمع بين الروايتين عن شعبة أن كل الأحاديث التي تردنا عن أبي الزبير معنعنة هو في الواقع سمعها كلها بدليل الحلف، يعني بدليل الحلف، لا بدليل رواية الليث ابن سعد. شيخنا مش قصدي يعني اللي بيقول انه سمعها بيقول بدليل الحلف، فأنت الآن لما ترد بتقول بدليل الليث. هذا شيخنا؟ اي نعم هذا هو. نعم. طيب واضح؟ واضح. طيب الجبهة مو متحركة شو شايف؟ حتى ما عنده شيء من هون؟ هو شوي شيخنا يلا تحرك. اتصل بي اخي من الجزائر.